معنا مشاهدينا من الرياض المحلل السياسي والباحث في العلاقات الدولية الدكتور سالم اليامي. دكتور سالم أهلا وسهلا بك معنا في 19. إذن القمة هذا يعني اجتماعات اليوم ممهدة لقمة الغد، ما شهده هذا التحالف أو تحالف حل الدولتين؟ يعني رأينا بأنه كان هناك انضمام جديد لمزيد من الدول لهذا التحالف، ولكن ما الأدوات العملية التي سيتجه نحوها هذا التحالف على المدى القريب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أخت الكريمة، أحيي السيدات والسادة المشاهدين. أنا في الحقيقة استمعت إلى نصف السؤال، وربما يعني سؤال حضرتك عن الجهود التي أثمرتها اللجنة المنبثقة عن القمة السابقة في نوفمبر 2023. نعم دكتور سالم تسمعني الآن؟ تفضل. نعم أسمع حضرتك. تسمعني الآن؟ نعم، قلت بأنه تحالف حل الدولتين يعني شهد انضمام للعديد من الدول، وبالتالي كيف يمكن الآن المضي إلى أدوات عملية يمكن أن تطبق على أرض الواقع على المدى القريب؟ في الحقيقة يعني على مدار عام كامل كان هناك عمل، في الحقيقة هذا العمل كان مهما وكان دبلوماسيا وتطرق لعلاقات مجموعة هذه الدول. الشيء الثاني، أنا أعتقد أن اللجنة التي انبثقت عن القمة الأولى يعني خلال فترة العام الكامل كان لها اتصالات بالقوى الفاعلة والمؤثرة في العالم، يعني كان هناك على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية، الأمم المتحدة، الغرب، أمريكا الجنوبية، الصين، روسيا. هذا أثمر في الحقيقة أو فتح، وأنا أعتقد أنه إنجاز للدبلوماسية السعودية في المقدمة، ثم للدبلوماسية العربية والإسلامية، أنجز يعني عمل تراكمي للاعتراف بحل الدولتين وجعل حل الدولتين واقع. ولعلنا عشنا قبل أسابيع قليلة كان هناك مؤتمر أوروبي إسلامي أو أوروبي عربي كان الحديث فيه عن جعل حل الدولتين واقع، نقله إلى الواقع. هذا هو في تقديري الإنجاز الكبير. اليوم في رأيي أن المؤتمرين سواء كانوا على مستوى الوزراء اللي اجتمعوا اليوم أو على مستوى القمة التي ستنعقد غدا بإذن الله في الرياض سيضاعفون العمل بما يعني أن ينجزوا عملا آخر. العمل الآخر في تقديري كان متجها إلى وقف العدوان. هناك عدوان على الشعب الفلسطيني، هناك عدوان على الشعب اللبناني، هناك عدوان على الفلسطينيين في غزة وفي الضفة الغربية وفي لبنان. هذا في تقديري سيكون هناك سعي حثيث لإنهائه. في عندما بدأت الدعوة لهذه القمة استمعنا إلى تصريحات مهمة في الحقيقة من معالي وزير خارجية، سمو وزير خارجية المملكة العربية السعودية، الذي قال أن اللغة الدبلوماسية التقليدية، الإدانة والشجب والاستنكار والرفض، لم تعد مجدية في المرحلة القادمة. أنا أعتقد أنه سيكون هناك خطوات أكثر عملية، سيكون هناك تبصير للمجتمع الدولي، تبصير للعالم بضرورة إيقاف هذا العدوان. هذا رقم واحد. الشيء الثاني، يعني هناك علاقات كما نعرف، وهناك مصالح، وهناك يعني تعاون بين هذه الدول وبين المنظومتين العربية والإسلامية. أنا أعتقد أنه قد يصار إلى استثمارها أو إلى وضعها على المحك لإيقاف هذا العدوان المستمر. طيب دكتور سالم، ماذا عن الجهود المنصبة للتأثير في الدور الأمريكي، سيما مع مجيء إدارة جديدة ومواقف ترامب يعني معروفة، وهو سبق وأن تحدث عنها حتى خلال حملته الانتخابية؟ حقيقي ما تقولينه أن السيد ترامب قال أنه يعني سيوقف الحروب، لكن هذه الكلمة ربما عامة. الشيء الآخر، وجهة النظر الأمريكية سواء كان في الإدارة السابقة أو في الإدارة الحالية هي تنظر لما يحدث في فلسطين، وخاصة الفعل الإسرائيلي في تجاه الآخرين سواء كانوا عربا أو فلسطينيين، على أنه دفاع عن العدوان أو صدا للدفاع عن النفس. هذا في تقديري قد يخرج المقولات السابقة للسيد ترامب يعني عن سياقها أو عن مفهومنا لها. لكن في تقديري أن الرجل اليوم يعني وهو يتمتع بعلاقات أكثر حميمية مع أكثر من طرف عربي فاعل، أعتقد أنه سيكون هناك تفهم لهذا الموضوع. الشيء الآخر، الكلمات التي قالها السيد ترامب منذ أن تولى أو منذ أن أعلن فوزه بشكل أدق، هو قال يعني السلام، وقال
حقوق الفلسطينيين كما هي حقوق الآخرين غير الفلسطينيين في المنطقة. هذا ممكن يقود في الحقيقة إلى عملية سلام واضحة تقودها الولايات المتحدة الأمريكية. والآن الحقيقة في هذه الإدارة كبير، بمعنى أن هذه الإدارة هي قادرة على التأثير فيما لو تفهمت الموقف العربي والإسلامي وتفهمت خطورة الذي يجري، خاصة أن هناك تصعيد في الحقيقة، وهناك يعني أطراف قد يعني تنزلق إلى هذا الصراع الذي قد يتحول من إقليمي إلى شيء آخر، كما يحذر أكثر من جهة. السيد الأمين العام حذر في يعني الأسابيع الأخيرة من مثل هذا المنزلق كما يقولون. وفي تقديري الجانب الأمريكي قادر على الحل، والجانب العربي لديه من القنوات الواضحة وربما القريبة أو يعني الحميمية ما تمكن من أن توصل إليه وجهة النظر. أعتقد أنه لن يأتمر هذا العدد الكبير من القادة العرب والمسلمين في الرياض إلا ليكون هناك عملا حقيقيا يقدم إلى على الأقل وقف هذا العدوان المستمر وإلى فتح آفاق جديدة للسلام أو للحلول. طيب، ما الرؤية أيضا للتعامل مع أي تحديات يعني قريبة، خاصة على مسار حل الدولتين وفيما يتعلق أيضا بهذا الرفض الإسرائيلي المستمر، يعني الخطوات الأخرى التي سيقدم عليها القادة العرب على المدى البعيد؟ يعني الرفض الإسرائيلي لمفهوم حل الدولتين في تقديري لا يجب أن يمنع القادة العرب من استثمار هذا المعطى أو هذا المنتج الذي تحقق وأصبح ملموسا بين اليدين، وهو في الحقيقة منتج يعني غير مسبوق. يعني أنا أعتقد أنه إنجاز على مستوى القضية الفلسطينية بشكل عام. هذا رقم واحد. رقم اثنين، المجتمع الدولي، وهذه نقطة إيجابية، يوم عن يوم يتفهم الموقف العربي ويوم عن يوم يتفهم أبعاد حل الدولتين وضرورتها للجانبين. هناك احتمالات بأن يكون هناك تغير في الموقف الإسرائيلي في المستقبل، إما بتغير الأطراف المتشددة والمتصلبة أو أن يكون هناك ربما معطيات جديدة تتحدث عن السلام بشكل عام في المنطقة، تتحدث عن كما تقول الاتفاقية أو كما تقول المبادرة العربية، مبادرة السلام العربية، بحلول بين الإسرائيليين وبين 35 أو 37 دولة عربية وإسلامية. كل هذه في الحقيقة هي يعني مطروحة ولها نسبة احتمالية كبيرة. المهم في رأيي هو البناء على ما وصلنا إليه إلى اليوم، وهو تكثيف النجاحات في إقناع المنظومة الدولية بحل الدولتين. طيب، ماذا أيضا عن الجهود المنتظرة فيما يتعلق إدخال المساعدات إلى قطاع غزة دكتور سالم، خاصة وأن ربما الأهمية التي تكتسيها أو اكتستها الاجتماع تحالف الدولتين من قبل أسبوع، يعني كان أيضا بمشاركة أوروبية ليس فقط عربية وإسلامية؟ يعني هذه النقطة في تقديري كان هناك عمل جاد عليها، وكان هذا العمل كبير في الحقيقة، وكان منذ اليوم الأول، وكان هناك أحاديث وليس حديث واحد عن أن الجانب الإسرائيلي يستغل أو يستثمر تجويع الفلسطينيين ومنع الخدمات عنهم ومنع الوقود ومنع المساعدات الإنسانية، أملا في خطط يتحدث عنها الإعلام العالمي كله وليس الإعلام العربي فقط. لكن في تقديري أن يعني هناك كان اختراقات أو نجاحات، وإن كانت جزئية إلا أنا أعتقد أنها نجاحات قامت بها المملكة العربية السعودية بإيصال كم مناسب من المساعدات، الجانب المصري، الجانب الأردني، الدول العربية الأخرى. الشيء الآخر يعني هذا الموضوع الإنساني خاصة ووقف العدوان، في رأيي أن الجانب العربي منذ اللحظة الأولى لاندلاعه لم يكونوا يساومون عليه، بمعنى لا يجب أن يقدم للجانب الإسرائيلي جائزة أو ترضية عليه، لأن هذا عدوان في الحقيقة، وهذا التجويع مرفوض قانونا ومرفوض يعني إنسانيا، والأمم المتحدة أيضا تتحدث عن يعني المجاعات المحتملة وعن الكوارث الصحية للأطفال وللنساء وللجميع في الضفة وفي غزة بشكل خاص. إذا هذا الملف في تقديري يجب أن يكون محسوم، وأعتقد أنه سيكون من أولى أو أهم الملفات التي ستناقش في هذه القمة وبشكل عاجل.
طيب دكتور سالم، يعني هناك متغيرات أيضا جديدة فيما يتعلق بالعلاقات السعودية الإيرانية، برأيك إلى أي متى أيضا سيدفع دفة الأمور اليوم إلى أي تسوية، إلى أي يعني تغيير النهج الإيراني في تعاطيه مع الأزمات في دول المنطقة العربية؟ يعني هذا سؤال مهم، وأنا أعتقد أن يعني الخط البياني للعلاقات السعودية الإيرانية منذ 10/3/2023 إلى اليوم هي تسير بخط تصاعدي وبشكل إيجابي. واليوم يعني سمعنا في الأخبار أن يعني مسؤولا عسكريا رفيعا في المملكة العربية السعودية في طهران، ويعني يجتمع بنظرائه هناك من أجل التباحث فيما يمكن أن يشكل تعاونا سعوديا إيرانيا في هذا المسار، وهذا أنا أعتقد أنه كان موقع عليه من الاتفاقية الأولى. هذا جزئية واحدة. الجزئية الثانية، أصبحت إيران بشكل أو بآخر جزء مباشر في الصراع في المنطقة أو في التوتر، دعينا نقول في المنطقة. ويعني كل تقارب حقيقة إيراني في المنطقة أو تفاهم إيراني في المنطقة ليخفف من الأساليب الإيرانية القادمة أو السابقة قصدي، أو يعني يجعل إيران ربما تقدم نوع من المرونة في والواقعية في العلاقات مع دول المنطقة، أنا أعتقد أنه سينعكس إيجابيا. إيران دولة كبيرة، إيران دولة مهمة، وفي تقديري أن التوافق بينها وبين المنظومتين العربية والإسلامية سينعكس إيجابا على موضوع القضية الفلسطينية وعلى موضوع الصراع الدائر اليوم في لبنان وفي غزة. شكرا جزيلا لك من الرياض المحلل السياسي والباحث في العلاقات الدولية الدكتور سالم اليامي.